أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك حديثنا في هذه الحلقة موضوع كتير كتير مهم كيف أرضي الله في حياتي؟ كيف أرضي الله؟ ما هو يعني الصوم المقبول عند الرب واسئله ومزيد من هذه الاسئله راح نتكلم فيها في هذه الحلقه انا بدعوك انك تشاهد هذا البرنامج سيكون يكون سبب بركه لحياتنا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقه كيف ارضي الله ويسرني ان استضيف الى هذا البرنامج الاخت رشا نور الاخت رشا طبعا معروفه للعديد من المشاهدين وهي خادمه طبعا للرب والله عم بيستخدمها بقوه في هذه الايام اهلا وسهلا اخت رشا وانا فرحان انك تكوني معنا مره ثانيه في هذا البرنامج اهلا بيك اهلا وسهلا لما انت بتسمعي العباره يعني شو هو الشيء المقبول لدى الله كيف ارضي الله في حياته قبل ما اسالك عصوم ايش اول شيء بيخطر على بالك كفتاه او كشخص كنت سابقا مسلمه والآن أنت طبعا مؤمنة بالرب يسوع المسيح أه بيحصل تناقض ما بين الفكر اللي أنا بؤمن به حاليا والفكر اللي أنا كنت بؤمن به قبل كده مم. إزاي أنا أرضي ربنا أه أنا كنت بقدم عبادات كثيرة جدا على أساس أن أنا أحاول أن أنا أرضي هذا الإله مم. اللي أنا مش عارفة إذا كان هيرضى عني في الآخر ولا لا كل الفكرة العبادات كانت بتحاول ان هي تجمع حسنات والحسنات بتبقى في الميزان علشان الواحد يقدر ان هو يروح الجنة ويهرب من النار الابدية ده الفكر الاسلامي يعني انا بحاول ان انا اجمع حسنات على قد ما بقدر حتى لو انا بقدم العبادة دهيت ده وانا مش بعبد فيها الحسنات يذهبن السيئات طبعا يذهبنا هذا القول السيئات طبعا بس كمان خد بالك ان انا مش بق يعني فكره ان انا اقدم العباده انا بقدم العباده ممكن وانا يعني مش بعبد مش في جو العباده ليه لان انا بقدم هذه العباده زي الطقس زي الحاجه اللي شيء بقدمه علشان اخد قدامه مقابل وهو الحسنات علشان في الآخر أقدر أن أنا أروح للجنة آه طبعا الفكر ده مختلف تماما حضرتك قلت إزاي ترضي الله مم. إزاي الواحد يقدر يوصل أن هو يرضي ربنا آه إحنا فكرنا في المسيحية مش إرضاءً لله إحنا بنقدم عبادتنا إحنا بنقدم العبادة حباً فالله مش إرضاءً لله و و ومفيش ولكن هذه المحبة هي, هي التي ترضي الله آه ال ال الصيام في حد ذاته او الصلاه في حد ذاتها مش هو ده اللي بيرضي مم. ربنا، اللي بيرضي ربنا القلب والدافع القلب العابد هو اللي بيرضي مم. ربنا، القلب اتجاه القلب هو اللي بيحدد قبول عبادتي يعني ربنا بيقبل عبادتي ولا مش بيقبلها لان ربنا آآ آآ لا يصر بالذبائح والتق... يعني مش ما بي... بيكره ال... الاثم والاعتكاف م. آه فبالتالي انا ما ينفعش ان انا واحد يكون خارج آه الاطار العلاقه مع الله م. انا ما عنديش علاقه بربنا انا م... مش عايشه معاه حياه حقيقيه وانا اروح اصوم مثلا او اروح اصلي صلاه آه بطريقه معينه زي المسلمين مثلا م. ما بيصلوا ما هي الصلوات عباره عن حفظ الايات م. انا بأ... ردد حاجات مكتوبه فبالتالي بالشكل ده هو لو انا بقدمه مسيحية مش بيقبل، م. ولو بقدمه الاسلام برضو مش بيقبل، ومفيش حد وربنا ما يقبلش حاجه زي كده لان م. اساس العباده هو اتجاه القلب. م. يعني انا لو انا قلبي ساجد قلبي عابد لله، انا 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 م. روحي بتقترب لله، انا ساعتها بتلاقي ان الامور الله بي 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 بيرمي جوايا انا صلوه، م. مش انا اللي بتقدم له بالصلوه، الله هو اللي بيسحبني بالصلوة ده هي مم. مش أنا اللي بروح له بس مم. بالروح القدس طبعا بالروح القدس طبعا آه أيوة آه أنت عارفة رشا اليوم يعني في كتير أو ملايين من أحبائنا المسلمين اللي بيصوموا آه شهر رمضان آه في كتير ناس طبعا إحنا كأنت عشت في مصر أنا عشت في فلسطين آه في ناس كتير بتعبر عن هذا الصوم بمظاهر التدين الخارجي بيكون عابس بيكون كاره لكل شيء حواليه حتى بيصل لدرجه العنف وبعدين بحط العذر والذنب انه ما انا صايم وفي ناس اللي فعلا عندها اخلاص بكل معنى الكلمه عم بتصوم عشان ترضي ربنا وهذه طبعا اللي بنشوفه في الشرق الاوسط خليني يعني انا عاوز اسال عن الصوم لانه الصوم يعني كل الناس بتصوم أيوة. يعني سواء قبل الاسلام بعد الاسلام خلال الاسلام وبعدين حتى احنا المسيحيه على مختلف الطوائف الكل بصوم مثلا كنيستنا القبطيه بصوم اكثر من 250 يوم في السنه وهكذا الكاثوليك وطبعا ما زاد على البروتستانت خلينا اقول بكل اختلاف مذاهبهم آه كمان بصوم لكن دافع الصوم من صوم لصوم بيختلف لكن لانه احنا عايشين في اطار شرقي اذا ممكن توضحي لنا فكره رمضان بالاول حتى نعرف اكثر ليه الصيام. رمضان هو آه شهر كان موجود في الشهور آه القمريه آه الكالندر اللي كان م. موجود في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام بمئتين سنه. رمضان معناه رمضان جاي من الرمض او الرمضاء وهو الحر الشديد فبالتالي المفروض ان شهر رمضان يجي في بدايه في وقت الحر الشديد وكل شهر الحر الشديد ما بيلفش بقى ما هي دي النقطه اللي انا هكلمك عليها وهو على اي حال الجزيره العربيه دايما حر يعني لا شتاء لا بس وقت اشتداد الحر جدا هو رمضان مم. مش مش الوقت الثاني من السنه يعني السنه بتختلف بتبقى حر قليل وحر زياده مم. يعني طبعا باختلاف الفصول لكن ف... الكالندر الرزنامه القمريه بتتغير كل سنه اخت رشا ما كانتش بتتغير قبل الاسلام اه اوكي ليه بقى لان قبل الاسلام كان في في شهر اسمه الشهر النسيء او نسيئه الشهر ده هو بيضاف كان لل... للشهور القمرية كل 32 شهر بيبقى الشهر ال 33 فبيختلف مكانه في... يعني بيجي ورا... ورا أنه شهر فيهم يعني ممكن يجي ورا شعبان مرة يجي مثلا بعد ذو الحج لكن كان هذا الشهر بيجي رقم 33 كان بيعدل الرزنامة القمرية كل الشهور القمرية اي شهور قمرية في العالم بيضاف ليها شهر هو الشهر ال33 يعني شهور السنه 12 شهر فالشهر ال32 لازم يضاف هذا الشهر علشان يخلي كل شهر مكانه الشهر ده للاسف اتشال من التقويم الهجري بامر من الرسول فاللي حصل ان الرزنامه ابتدت تلف في السنه، يعني مم. رمضان يجي في الشتاء ويجي في الصيف ويجي في الخريف ويجي في الربيع بيلف الشهور بتلف ليه؟ لان لأ لان في 11 يوم فرق ما بين الشهور الميلاديه والشهور الهجريه في 11 يوم فال 11 يوم دول بيلفوا فكل ثلاث سنين بيعملوا 33 يوم مم. فطبعا آه ده خلى ان الشهور تفقد معناها م. يعني كانت الشهور محطوطة على مواسم معينة ولها وليها آه معاني معينة الشهور دي فقدت معناها طبعا قبل يعني قبل ظهور الاسلام ب سنه في واحد اسمه كلاب ابن مره هو ده اللي سمى الشهور باسمائها الحاليه وهي كانت ليها اسماء م. وهو تانية وهو اللي سمى الأسماء بتاعت الشهور الهجرية بهذه الأسماء اللي هي موجودة لغاية الوقت الحالي لكن على أي حال اللي إحنا لما بنسمع شهر رمضان هو شهر الصيام طبعا هاي الكالندر أو الرزنامة اللي بتحكي عنها بالشرق الأوسط ده تقويم يعني شرق أوسطي لأنه مثلا في مناطق عديدة في العالم مثلا مثل السويد مثل كندا بالشمال يعني ممكن النهار يكون على مدار تقريبا 22 ساعة مش 12 ساعة و10 ساعات او إلى آخره فطبعا في كل بلد يمكن بيتعدى رزنامة لكن لما احنا بنسمع رمضان هو بيكون الصوم صوم رمضان أو شهر رمضان هل الصوم هذا قبل الإسلام ولا طبعا كان بفترة أو بأمر بوقت الإسلام؟ هو حسب تفسير ابن كثير لسورة البقره البقرة 183-184 بيقول لقد كان هذا قبل ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ونسخ ذلك في شهر رمضان يعني كانوا الناس بتوع شبر الجزيرة العربية كانوا بيصوموا ثلاثة أيام من كل شهر واتنسخ في رمضان تنسخ يعني التغى في رمضان. يعني بقى يصوموا رمضان مكانه لكن كمان برضو في دائرة المعارف الإسلامية لقيت معلومتين حلوين جدا جدا عن برضو رمضان بيقول أن كانوا اليهود بيصوموا عشورة و... وده الأصل في قيام رمضان يعني كان أصل قيام رمضان هو صوم عشورة اللي كان بيصوموه اليهود بتوع خيبر اللي كانوا موجودين في شبه الجزيرة العربية ده موجود في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 17 وبعدين والمسيحيين برضو بيقول إن هم كانوا بيصوموا الصيام الأربعيني اللي هو الصيام الكبير <applause> الصيام الأربعيني وبرضو اتاخد صوم رمضان هو من تقليد الـ المسيحيين فبيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الذين من قبلكم اللي هم يهود شبه الجزيرة العربية في صيام عاشورة والمسيحيين في صيام الأربعيني وأيضا كان بيتكلم على الصيام اللي كانوا بيصوموه كفار زي ما بيقولوا عليهم أو عرب شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام اللي هو ثلاثة أيام وعلى فكره مش بس الصيام اللي كان من قبل الاسلام ده ده الحج كان من قبل الاسلام والعمره كانت من قبل الاسلام والتلبيه لبيك اللهم لبيك دي كانت من قبل الاسلام ففي حاجات كثيره قوي لا وفي حاجات يعني كثيرة خالص من قبل الاسلام اللي يعني. بيدرس طبعا الديانه الزردشتية او الفلسفه الزرادشتيه واللي بيدرس كمان الصابئه الصابئه او حتى النصارى اللي كانوا في شبه الجزيره العربيه كان عندهم نفس هذه الممارسات ونفس هذه العادات يعني ما كانتش شيء غريب كانت تمارس هذه العادات يمكن نظمت في الاسلام نوعا ما لكن كانت تمارس اه طبعا كانت العادات دي بتمارس من قبل ظهور الاسلام والحج والعمره وكل الحاجات والطواف كل الامور دي كانت م. بتمارس لان شبه الجزيره العربيه خد بالك شبه الجزيره العربيه هي مكان قحط ما كانش فيه لا هي مينا ولا هي في نفس الوقت مكان الارض الزراعيه فما بس كان كانش تعايش كان في تعايش تسامح بين الاديان مش قصدي على التسامح انا قصدي ان ان ده كان بيخلي ان مثلا زي الرومان مثلا م. ما كانوش بيروحوا يغزو شبه الجزيره العربيه ما فيهاش حاجه يغزوها مزبوط. مش على و... مش على الطرق الرئيسيه اللي كانت تربط العالم القديم في روما بالظبط فبالتالي كانت بيهرب ليها كل الهرطقات يعني شبه الجزيره العربيه دي زي ما حضرتك قلت م. هتلاقي فيها السابقه هتلاقي فيها اليهود اللي هم برضو منحرفين هتلاقي فيهم المسيحيين النصارى هتلاقي النصارى فكل الانحرافات هتلاقيها في شبه الجزيره العربيه يعني انا بتكلم ناحيه تاريخي والحق يقال يعني احنا بنتكلم على الطرق الرومانيه لكن في كان طريق الشام الحجاز وكان في طريق ال العطور اللي كان بيربط بين البطرة لغزة وأحيانا بيوصلوا عن طريق الصحراء لمنطقة الحجاز لكن مش الطرق الرئيسية المقصود روما اللي مثل فيا مارس فيا إغناطيا فيا أبين كل هاي الطرق الكبيرة اللي ربطت العالم القديم في أنا ذاك. ايوه طبعا yeah. يعني كان في طبعا قوافل بتطلع من اليمن بتوصل لغايه الشام yeah. ولكن دي حاجات داخليه يعني عامله yeah. زي الـ التجاره الداخليه يعني بالنسبه للي كان بيقام في العالم كله دي كانت يعني مكان mm. ما يعني مش بي مش بي اتراكت مش بيخلي الناس مش بيجذب الناس. مش بيجذب اليونين mm. ان هم مثلا او القوات العظيمه ان هم يروحوا يحتلوا البلد مم. دهيت فكانت بتعرف فيها الهرطقات وعشان كده تلاقي الاسلام مليء بالهرطقات يعني القران مليء بالهرطقات بيتكلم عن هرطقات كثيره جدا موجوده في صفحات القران مم. بعيده كل البعد عن الديانه الحقيقيه المسيحيه وعن اليهوديه مم. ليه لان ما في إيه. يعني اللي بي بيبقى عنده هرطقه عايز ان هو يهرب من غير ما يكون بيجازع مثلا أو او إن هو يقدر ان هو يعيش في مكان لما سي... لما ذكرت انا كلمه تعايش اللي قصدت انه فعلا كله كان في مكه فكان في عبادات كثيره وكان في تسامح وتعايش بين هذه الاديان سواء من عبادات وثنيه او عبادات التوحيد اللي كانت في الجزيره العربيه بالظبط yeah. وهو عشان كده كان موجود يعني كان موجود الصيام من قبل الـ mm. الـ لو احنا بنتكلم على الصيام mm. النهارده وكان موجود mm. في شبه الجزيره العربيه من قبل ظهور الاسلام وبعد ظهور الاسلام طبعا حاول ان هو كل العبادات اللي كانت موجوده بالاساس mm. يعني ما فيش عبادات جديده mm. يعني ما فيش تعليم حاجه جديده مثلا جاء به الاسلام mm. لكن هو غير اسامي العبادات اللي كانت موجوده بالاساس mm. يعني الحج الاعتمار السعي التلبيه العمره الصيام الصلاه كل الامور دهيت كانت كله الـ كان حاجات موجوده من قبل ظهور الاسلام مم. حتى اسامي الـ 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 الشهور زي ما احنا شفنا دلوقتي كانت موجوده من قبل ظهور الاسلام ب 200 سنه فبالتالي هو ما جابش حاجه جديده يعني الاسلام لم ياتي بشيء جديد مم. لكنه أخذ العبادات اللي كانوا بيسموا الناس دول الكفار والوثنيين و وكان بيتهمهم هو أخذ الحاجات بتاعتهم وضاف عليها أسامي إسلامية وابتدى أنه هو يعلمها هي هي لأتباعه طبعا إحنا يعني أنا عاوز أسأل السؤال اللي هو الأهم في هذه الحلقة اللي هو الهدف من الصوم طبعا في الاسلام بيصوموا في هذا الشهر من طلوع الفجر للغروب طبعا بحسب المنطقه اللي ساكنين فيها لكن شو الهدف من الصوم الهدف من الصوم حاجات كثيره جدا كتب عنها في يعني ما في صفحات القران والتفسير م. بيتكلم ان هو دي فريضه على العبد ان هو يقدمها من بزوغ الفجر الى غروب الشمس المفروض ان هو يمتنع عن الطعام تماما و واحد من الاركان طبعا مثل الأركان الشهاده الحج الاركان, الحج الأركان أه الخمسه أه أه الصيام أه ودي كانت في حديث قدسي بيقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به مم. يعني انا انا هاجازيه بالعمل اللي هو بيقوم فهو كان بيقدم الـ الـ اي واحد مسلم بيقدم الصيام علشان يحاول ان هو يرضي ربنا يحاول يقرب لربنا بالصيام بتاعه مم. في نفس الوقت آه بيقول لك ان الصيام ده آه اتعمل علشان الناس تحس ببعض انا مثلا لو انا انسان مقتدر هحس ازاي بالانسان الفقير طول ما انا باكل وبشرب وما عنديش مم. اي مشكله فانا بحس بالفقير بان انا اصوم مم. احس بالمه وبحس بجوعه واحس بعطشه وكل الامور ده هي. لكن الغريب بقى ان في دايره المعارف الاسلاميه برضو انا على فكره دايره المعارف الاسلاميه فاجئتني بكم من المعلومات عن الصيام انا يعني وانا بحاول ان انا اشوف موضوع الصيام من خلال دائره المعارف الاسلاميه لقيت ان ان اصلا انت من حقك انك انت تنام في وقت الصيام م. يعني الناس الناس ممكن ان هي تصوم وتقوم متاخر جدا جدا على اساس ان هي ما تقعدش طول النهار صايمه وتتالم وتتعب و وده حاجة مصرح بيها ومباح بس ده خطر على البلد يعني لما الناس بتنام في النهار وبتصحى بالليل والاشغال بتوقف والاعمال بتوقف فالبلد بتوقف ولا لا؟ <applause> طبعا هي المشكلة بقى ان ان اما انت بتيجي تصوم و... وتقوم بتاخر وكده طب انت بتصوم ليه؟ يعني انا برضو اما جيت فكرت في موضوع الصيام ده يعني بمنتهى الامانه وطبعا ده حاجه انا بقدمها لكل مشاهد لو المسلم بي... بيتنازل عن وجبه واحده لان هو بيتسحر وبيفطر فهو في وجبه البني ادم الطبيعي بياخد ثلاث وجبات في اليوم فهو بيتنازل عن وجبه واحده والنتيجه بيحصل شلل كامل في البلد وبيحصل ان في هذا الشهر ثلاث اضعاف ميزانيه الدوله لاي شهر بتكون لهذا الشهر أربعة أضعاف أو أربعة ثلاث أضعاف أو أربعة أضعاف تخيل أربع أضعاف للميديا الميديا عشر أضعاف ما يصرف على شهر رمضان للتسلية للتسلية فبالتالي هو بيقعد نايم طول اليوم علشان ما يحسش بالتعب في رمضان وفي نفس الوقت هو بيتنازل عن وجبة واحدة بس يعني فيش أي حاجة حصلت غير أنه هو تنازل عن وجبة واحدة بس والمشكله الثالثه ان هو كل الميديا بتهيئ علشان تعمل له نوع من انواع الترفيه والتسليه لمجرد إنه هو ايه صام طب وايه ايه الفكره بقى؟ يعني ايه صيام؟ يعني ايه فكره الصيام اصلا بالنسبه للمسلم؟ ازاي المسلم يكون فاكر ان الصيام هيقربوا ربنا وهو بهذا الشكل وبهذه الدوافع انا أمي اصوم انا اصوم وانا عايزه اتذلل انا بـ 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 بترك كل شيء وبعيش في صلاه يعني انا وقت الصيام ده بيبقى وقت صلاه بالنسبه لي وقت بسمع فيه اكتر من ربنا وقت انا بقرب فيه علشان ايماني يكبر وباجي بانكسار شديد امام الله مم. بيبقى وقت مختلف مش وقت ان انا ابقى متنرفزه فيه وكل ما حد يكلمني اقول له اللهم اني صايم ووسع والخناقات اللي بتبقى مش طبيعيه في وقت مم. ما قبل الفطار يعني ده بيعمل علامه استفهام كبيره قوي في دافع الصوم بالنسبه للمؤمن ودافع المسيحي مم. وما دافع الصوم بالنسبه للمسلم مم. الصوم في المسيحيه مختلف تماما عن الصوم في الاسلام الصوم في المسيحيه انا في بعض ما كان بيصوموا بيقولك ويصلوا حل الروح القدس عليهم حصلت معجزات الروح القدس كلمهم روح ربنا فهم بيسمعوا صوت ربنا بشكل اوضح افرزوا آه لي بقى آه شاور, شاور, و... شاور وبرنابة, وبرنابه فبالتالي انا بسمع صوت ربنا في الوقت دوت انا ببني ايماني مم انا بكبر روحيا انا مش ببقى قاعده آه عابسه الوجه وكل ما حد يكلمني اقول له انا صايمه واقعد اتنرفز واتخانق واقعد اكل بالزيادة علشان اعرف اسند اليوم اللي بعده طب فين فين فكره الصيام؟ مم. يعني فكره الصيام بالنسبه للاسلام هي فكره غير موجوده. هي نوع من الفرائض فريضه. هي فريضه يعني مصمطة فريضه فاقده معناها مش مش فريضه وبس يعني ما لهاش معنى اساسا، لو انا بقدم لربنا حاجه انا ازاي اقدم لربنا حاجه انا علاقه بيها. أنا إزاي أقدم لربنا نوع من أنواع العبادة وأنا مش بعبد طبعاً فيها طبعا هذا كمان بيشمل المسيحيين أخت رشا يعني إذا إحنا مسيحيين والهدف من الصوم يعني بيتحول خالص عن الهدف اللي الله رسمه لحياته أو الأسلوب اللي أنا لازم أعبد فيه رب كلمت عن العبادة في البداية طبعا بيتغير بيتحول فبيفقد. معناه وهذا بينطلق على ينطبق على اي انسان كمان طبعا العباده لو مش بتنبع من جوه القلب فقدت معناها ما ينفعش ان انا يعني اروح اقدم لربنا حاجه علشان اتقرب بالصيام الصيام هو نتيجه ان انا لي علاقه بربنا انا ما عنديش علاقه بربنا يبقى ما فيش صيام ينفع ولا اي صلاه ولا اي حاجه خالص <applause> لكن انا لو انا لي علاقه بالله نفسه يبقى انا اقدر ان انا اصوم يعني المسيح اما اتكلم وقال هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاه بيتكلم على حاله روحيه للـ 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 للتلاميذ انتوا مش هتعرفوا تخرجوا الارواح الشريره دي غير اما تصلوا وتصوموا <applause> ده معناها ان هو ده بيبني ايماني <تصفيق> <تصفيق> فانا لو انا مش بقعد في وقت الصيام مستنيه ربنا يبني ايماني لو انا بخرج بدخل م. من الصيام زي ما انا بخرج منه يبقى ايه لازمه الصيام؟ طيب هذا يعني راح يحولنا للسؤال عن معنى الصوم في المسيحيه بس خليني اعطي فرصه للمشاهدين آه اذا عندك اي سؤال او مداخله آه بنحب نسمع منك آه رقم الهاتف موجود امامك على الشاشه فيك تتواصل كمان عن طريق السكايب ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة كيف أرضي الله وابتدأ حديثنا عن موضوع الصوم ولا على ما يبدو رح نكمل بنفس المسار بنفس الخط يمكن أشياء تانية ممكن نتحدث عنها بحلقات أخرى طبعا إحنا تكلمت أنت على الهدف من الصوم لكن وانت بتتكلم لاحظت في مقارنة بسيطة عم تعمليها من خلال إيمان المسيحي وبين طبعا الإيمان الإسلامي في موضوع الصوم فخليني أتكلم يعني أسأل طب شو هو الصوم ما معنى الصوم في المسيحية الصوم في المسيحية هو عبادة يعني صوم زي الصلاة زي التسبيح زي المناجاة آه الصوم هو تقديم القلب قبل أن أنا أمتنع عن الطعام فالصوم مش أن أنا واحد أروح جاي أبطل أكل من الساعة كذا إلى الساعة كذا لكن الصوم هو أن أنا آه أقدم عباده لله. فهذه العباده بتبقى جو روحي وقت في الصلاه انا بمتنع عن الاكل علشان أنا امتنع عن اي حاجه تشغلني عن ربنا. مش بمتنع على الأكل. عن الاكل. وبمتنع عن الاكل عشان اتقرب لله بالصلاه عشان يكون في شرك وعلاقه مع الرب. وعشان اقدر اسمع صوت ربنا بشكل اوضح. مم. طبعا موضوع سماع صوت ربنا دي مشكله اسلاميه مش عايزه اقول لك عامله ازاي. آه كثير كتير من المسلمين يقولوا ازاي انت تفكر انك انت تسمع صوت ربنا انت فاكر نفسك نبي من الانبياء لا انت تقدر تسمع صوت ربنا وعلى فكره ربنا اللي خلقنا هو خلقك وهو قادر ان هو يسمعك صوته لان الله الغير محدود يقدر يوصلك انت المحدود لكن انت المحدود ازاي انت تقدر توصل لربنا لا بيعتبروها من بيعتبروها من خصوصيات النبي لكن لكن انت وانا بنعرف ان اليوم في عشرات الالاف من المسلمين اللي الله تعامل وتكلم معهم من خلال احلام من خلال اعلانات من خلال رؤى من خلال معجزات فاذا بيقدر الواحد يسمع ويميز صوت الرب ويحب الرب بدون ما يكون نبي بالضبط ده يعني اولا انا علاقتي بربنا هي علاقه قوية جدا ومش محتاجة أي حد يكون في النص ما بيني وما بينه ليه؟ لأن هو أقرب لي يعني الله أقرب لي من أي حد تاني يعني أقرب لي من حتى الناس اللي أنا بشوفهم في حياتي اليومية أنا بتقرب لي وباجي بـ بـ بانكسار وباجي بـ بـ بوقت أنا بخصصه إن أنا أقعد معاه له تكريس وعشان كده بيسموا الصيام في المسيحية تكريس أنا بكرس مم. اليوم لي فلي التكريس ده يعني أنا ب... ب... بخصص هذا اليوم بامتنع فيه عن أي حاجة تشغلني على أن أنا يكون في علاقه ما بيني وما بين ربنا ان انا اسمع صوته وان هو يسمعني ففي مش مونولوج انا بتكلم بتكلم وهو يسمعني بس لكن انا بتكلم وهو بيتكلم بيرد عليا فانا بيتبني ايماني انا بسمع ايه الخطوه الجايه في حياتي باخد بحاول ان انا اعرف الطريق استوضحه فكل الامور دهيت ده انا باخدها في وقت ما انا بكون بكرس وقت للصيام امام الله مش با مش با مش بعمل الصيام عشان اروح له لكن لان انا عايزه اكون في محضره الصيام بيكمل م. يعني م م الصيام مش طريق للذهاب لله ال العلاقه اللي ما بيني وما بين الله هي اللي بتخلي الصيام معنى وهي اللي بتخلي للصلاه معنى وبدون هذه العلاقه لا الصيام ولا الصلاة ولا أي عبادة بيكون لها معنى لأن الله لو أنا ما فيش علاقة ما بيني وما بينه أنا بكلم مين أنا بصوم م. لإيه أنا إزاي في يعني إيه ده بعمل عبادة لمين بالضبط ما هو مش سمعني ومش م. عارفني م. يعني مثلا في الإسلام أوكي رمضان 30 يوم من طلوع الفجر م. للمغيب هكذا يعرف ممنوع توكل ممنوع تشرب آه، ممنوع تدخن، آه، ممنوع تضاجع امرأتك. لا من آه من آه من من بالليل من وقت الـ الـ لا أنا بتكلم على الصوم. وقت يعني الصوم عن كل شيء. لإنه هو ما كان أصلاً حتى ساعة ما نزلت موضوع الصيام دوت كان ممنوع إن هم يضاجعوا زوجاتهم حتى طول الوقت طول طول الشهر لغاية ما عمر جه. بالليل مش بالنهار. لا ولا بالليل كان. آه، وعمر راح للرسول وقال له وبعد كده حلكم لكم رفث طيب آه يعني مش هذا اللي انا بدي اصله اللي بس يعني هي الفكره بتاعت الـ الـ يعني ازاي الواحد يعني يصوم هي دي يعني بالنسبه للمسلمين هم بيصوموا ليه رمضان بالتحديد من ضمن يعني آه يعني اختاروا رمضان دونا عن بقيه الرزنامه القمريه لان هو بيقول ان هو نزل فيه القران نزل فيه صحف ابراهيم يوم واحد رمضان التوراه نزلت يوم ستة رمضان وبيقولوا ان الزبور نزل يوم 12 رمضان وانجيل يوم 13 رمضان طبعا الانجيل انا مش عارفه نزل ازاي اساسا وخصوصا ان الانجيل ما كانش وحي آه آه لفظي آه بحاجه زي جبريل بينقل الوحي من طبعا الممارس. هي اهم ليله هي ليله القدر يعني. في رمضان ليله القدر خير من الف شهر خير من الف شهر وطبعا لانه كمان في ممارسه الصوم في غفران للخطيه والذنوب وكذا يعني في في اشياء اللي فيها مضاعف يعني مثلا من غفران او من حسنه او كيف الله بيحسبها زي ما قلت ألف شهر فبحطها في ميزان الحسنات وأنا بشوف أن هذا دافع مش مريح للشخص المسيحي اللي ماشي على مبادئ المسيح أنه بكل بساطة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك لكن أنا عاوز أسأل سؤال وبعدين راح أخذ المكالمات طب احنا شفنا كيف المسلم بصوم لكن احنا كيف نصوم احنا ال... لو مسلم عاوز يسألنا سؤال طب أنتم بتصوم ازاي احنا بنصوم الصيام المفروض طبعا الكنيسة اختلفت في موضوع الصيام احنا اه بقولك احنا اختلفناش خلاص هو شهر شهر يعني ايوة بس انا ممكن اصوم اكتر انا ممكن اصوم كل يوم نعم انا ممكن اصوم من طلوع الشمس الى غروبها أه أنا كنت انا جه في وقت من الاوقات انا شخصيا انا صمت حوالي 40 يوم على الميه بس كنت م. بصوم صيام انقطاعي طول اليوم وكنت باجي على بالليل على الساعه مثلا 12 او 11 بس بالليل بس لانه في هدف اه, آه كنت قاعده قدام ربنا وكنت عايزه أه ان انا أه اعرف من الرب اكتر يكشف لي عن ذاته فالهدف هو أن أنا أعرف ربنا أكثر لكن لو أنا بلا هدف ما هو دي الفكرة إن, الـ أن الإسلام اختلف عن المسيحية في اتجاه الصوم نفسه يعني معنى الصوم عند المسلمين مختلف آه هو أن أنا بنقطع عن الأكل والشرب و وكل الحاجات اللي هي والعلاقات الزوجية و و لأخره آه من الصبح لغاية بالليل من الفجر لغاية بالليل لكن الهدف ورا الصوم طب ما هو بيطلع بيروح يشتغل وبيروح يتخانق وبيقعدوا يعملوا مشاكل في الشوارع ما احنا كنا عايشين في مصر وبنشوف الكلام ده ليه لان الهدف الاساسي ورا الصوم الهدف الروحي ورا الصوم راح صيام عباده لو ما فيهاش هدف روحي يبقى ايه قيمته ايه قيمه ان انا اقدم عباده بلا هدف روحي زي ما اكون انا بصلي اروح انا جايه واقفه في خمس دقائق تكرير الكلام بخلص الفرد ومشي هي انا شفت انا شفت ناس كانوا بيصلوا قدامي كده اهوت وانا مسلمه وكان لان هم بيرغموا على ان هم يصلوا واحنا صغيرين كنا بنرغم احنا نصلي فكنت بشوف حد قدامي بيعمل كده ان هو بيصلي في دقيقه واحده بيكون مخلص الفرد بسرعه جدا ليه لان هو فقد المعنى الروحي آه، تعليم المسيح تعليم الرب يسوع المسيح على الجبل طبعا تعليم يعني فعلا عظيمه جدا تكلم عن موضوع الغضب، عن الزنا، الطلاق، القسم، الانتقام، محبة الأعداء، الصدقة، وكلها عم بهاجم الرياء الديني والكبرياء الديني ومظاهر التدين الخارجي، وبعدين بيتكلم عن الصلاة اللي أنت تكلمت عنها التك... تكرير الكلام باطل كالأمم، وصل لعند الصوم، بقول: ومتى صمتم؟ يعني هو بيتوقع الصوم، وتكلم عن الموضوع لما يعني قارنوا بين تلاميذ يوحنا العريس معكم اللي هو يسوع فمتى صعد الى السماء انطلق ساعتها ممكن ان نصوم فهو بيتوقع ان المؤمن يصوم ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك، يعني بالعربي احلق دقنك وظبط حالك وفرش اسنانك. واما انت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. تعليم عظيم جدا يعني شايف يعني ده العكس تماما عن اللي بيحصل في صيام رمضان م. يعني الايات اللي حضرتك قريتها بتاعه المسيح وهو بيتكلم عن الصيام ازاي انا لازم ادهن راسي ولازم لا اظهر امام الناس اني صائم م. وان انا ابين لهم ان انا مش تعبان ومش مجهد اغسل وشي علشان ما يفتكروش ان انا الناس ما تعرفش ان انا صايم حتى فابويا الذي في الخفاء يجازيه يجازيني علني ما تعملوش زي المرائين اللي بيقفوا بيبينوا بي 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 نفسهم قدام الناس صايمين، وقال عليهم مرائين. مراقل مع... يعني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي بيصوم وهو بيظهر للناس ان هو صايم ده مرائي. م. والله لا يرى هذا النوع من الصيام. لا وفي دينوني مش بس يعني انهم استوفوا اجرهم يعني المرائي اللي بيعمل حاله صائم ويمكن صايم بس الدافع تبعه خاطئ مليان غضب الرب حكى عن الغضب عم بيصلي عم بكرر الكلام باطل وهكذا فالرب شايف وعم بجمع دينونه ومثل ما بقول الكتاب صلاتكم صارت مكرها لي يعني تصوري الانسان بيصلي والله بقول له انا مش طايق الصلاه, أسمع الصلاة بتاعتك وهي دي النقطه هي دي النقطه اللي انا عايزه اتكلم عليها وهو ده اساس الموضوع مم. كده الموضوع خلص مم. اساس الموضوع هو ان الفرق ما بين الاسلام والمسيحيه في الصلاه في الصوم في العبادات ان المسيحيه تقدم المؤمن يقدم عباده لله من قلب عابد مم. المسلم يقدم عباده لله حتى ياخذ حسنات يقدر يروح بها على الجنه، وفي فرق كبير جدا ان انا اخذ حسنات وبجمع حسنات وبين ان انا بعبد الله من قلب نقي، وهي دي النقطه اللي انا لمستني انا واللي حسيت ان انا وانا بصلي زمان كانت مختلفه، انا وانا بصلي زمان كنت بقدم فرض انا مجبره عليا فرض لازم اقدمه خمس فروض يوميه مم. لازم اقدمهم غصب عني مش بقدمهم بمزاجي علشان احمي نفسي مم. من نهار جهنم عشان اخد بيهم الحسنات فرق كبير جدا ان انا اكون بقدم صلاه وصيام من قلب نقي، قلب عابد، قلب بيحب الله علشان يتقرب ليه وعلشان يعبده وعشان يسمعه وعشان يقترب اليه ويبقى في جو من العباده القلب الساجد الاساس فيها وان انا اعمل شكل خارجي ملوش اي معنى لمجرد ان انا احمي نفسي من الذهاب الى جهنم واقول ايه؟ لا انا بجمع حسنات عشان اذهب الى الجنه. طيب راح نواصل حديثنا لكن خليني اخذ مكالمه اولى من الاخت فريال من انجلترا. اهلا وسهلا اخت فريال انت معانا على الهواء. الو اخي سلام ونعمه المسيح معاكم على الاخت رشا اهلا وسهلا. وسهلاً. وحشينا اخت رشا كثير أخي نزار احنا في المسيحيه هناك فرق شاسع بين الصوم في المسيحيه وصوم اخوتنا المسلمين اولا الله لا يريدنا ان نبدو اتقياء او متدينين صوم ونصلي وتوجد في قلوبنا خطايا غير مغفوره لان الصوم مع الاسم مكره لله وشروط الصوم في المسيحيه اولا السريه التامه اثنين الامتناع الكامل عن الطعام الصوم مع الصلاة والصوم من الله وحده بعدين التوبة والانكسار والتذلل وشعور... وشعورنا ب... إحنا ما نقدر أن نخلص نفسنا إلا بدم الرب يسوع المسيح وأيضا الصوم لغايه معينه لاجل الاخرين لاجل شفاء مريض لاجل خلاص النفوس واخيرا اقول ان الصوم في المسيحيه يستحيل ان يكفر عن الخطيه او يبرر فقط دم الرب يسوع المسيح له كل المش هو اللي يبرر ويكفر عن الخطيه فهذا شروط الصوم في المسيحيه شكرا جزيلا الرب شكرا بعضك. لك ربنا يباركك يا اخت فريال <applause> على المداخلة خليني اخذ كمان من بريطانيا الاخت نهال اهلا وسهلا اخت نهال تفضلي معنا. اهلا مساء الخير حضرت الاسيس ومساء الخير للاخت رشا بشكركم أهلا. جدا بشكر رشا انها قالت ان العلاقه بيني وبين الله هي اللي بتدي للصوم معنى. واشكر حضرتك على نقطه فعلا فيها امانه في الطرح ان قلت ان الصيام لو مش طالع نتيجه علاقه حب بيني وبين الله سواء كنت مسيحيه او مسلمه او اي ديانه اخرى لا ينفع شيء فبيبقى مجرد تاديه فرد ونحن لا نؤمن بانه اي شيء طالع من المؤمن يكون نتيجه فرض لكن بيكون اوت اوف لاف نابع من حبي لله ورد حبه ليا لكن في موضوع الصيام يا اخت رشا كلامك حلو جدا بس ده انت لانك ايه دقتي حاجه جديده عن الصيام لكن انا عايزه اسال حضرتك بصفتك مسلمه سابقه انه من المعروف ان شهر رمضان ده خليني اقول معظم الناس بيحاولوا يرضوا الله بانهم يكونوا اكثر تقربا بتجنب عمل الخطايا بتقديم صلوات في مواعيدها بتقديم أصوام وزكاة إلى آخره السؤال المنطقي هنا اللي بيفرض نفسه اللي حال حضرتك سألت نفسك مرة مش الإله اللي بيبص على شهر رمضان ده مش هو هو نفس الإله اللي بيبص على باقي الشهور ليه اشمعنا شهر رمضان بالذات السؤال الثاني حضرتك قلتي انه الحسنات بتذهبنا السيئات فلو حسناتي أكتر من سيئاتي هروح الجنه لو العكس هروح النار. أنا صدقوني مش ساركستك ولا عايز استهزأ لكن في فزوره هنا لو أنا سيئاتي قد حسناتي برضه كمسلمه سابقه ما جاش على مخك السؤال ده هروح فين؟ الله يتصرف ازاي لو الميزان الكفتين قد بعض وربنا يبارككم. يباركك. <applause> <applause> يلا رد سريع يا رشا اول حاجه انا كتبت مقاله اسمها عيد الفك الشيطاني ده بيتكلم على العيد اللي هو عيد الفطر اللي هو بعد رمضان بتلاقي ان التحرش بيزيد جدا في معظم الدول الاسلاميه فلفت نظري الموضوع دهوت وحسيت ده حرش ان التحرش الجنسي يعني بالظبط فقلت ان ان اللي, اللي انتم بتشوفوا ان هو بيتربط ابليس اللي بيتربط او الشيطان اللي بيتربط في وقت رمضان بيتفك في العيد فعشان كده بدل ما هنسميه عيد الفطر هنسميه عيد الفك الشيطاني مم. فانا كتبت مقاله عن الموضوع دهوت بالنسبه لـ لـ لرمضان آه هي اتكلمت لماذا شهر رمضان ليه, ليه شهر رمضان آه وهل الله بس بينظر لها الشهر ما هو الله مش يعني بالنسبه كمان في ليه أشهر رمضان بالذات يعني ما طول السنه عندنا 12 شهر شهر رمضان هو شهر واحد هو بيقولوا ان شهر رمضان انزل فيه القران آه مع ان ده هو واقعيا ما حصلش ان هو القران نزل كله في شهر رمضان آه لكن آه هو بي يعني بيقال إن هو ده الشهر اللي بي بيبقى فيه مربوطة للشياطين وإن ده وقت التقرب لله والأمور ده هي. آه الغريبة إن هي لمست نقطة وقالت إن لو الشهر ده هو ربنا بينظر له طب هو ما بيبصش على بقيه الشهور ليه طب ده سؤال المفروض احنا نطرحه على المسلمين أو انت شايف انك انت بتصوم شهر رمضان بس طب فين بقيه الشهور؟ لو انت بتتقرب لله في شهر رمضان انا اعرف بنات كانوا بيتحجبوا في شهر رمضان علشان يبقى يتقبل صيامهم ويفكوا الحجاب بعد شهر رمضان ف طبعا طب ما هو ربنا اللي شايف شهر رمضان شايف بقيه الشهور ده شايف عمري كله مش شايف بس من بدايه الشهر يعني يعني او للسنه الاخيره اخر سؤال سالته كانت بتتكلم على الحسنات يذهبنا السيئات مم. لو كانوا متساويين لو كانوا متساويين المفروض أنه هو هياخد من على يعني هتترمي سيئاتي على اي واحد يهودي او نصراني وهدخل الجنه برضه المسلمين هيدخلوا الجنه يعني بس طبعا بس تناقض من الناحيه الثانيه ما بيعطي تاكيد الدخول للجنه ما هي في تناقض بقى في ساعات يقول لك انت هتدخل الجنه وان زنيت وان سرقت رغم ألف م. ابي زر ومره ثانيه يقول لك منكم الا وردها بيتكلم على النار وحتى انا ان لم يتغمدني الله برحمته انا مش هدخل الجنه الا ولو ربنا لو دست الجنه يمناي لن أبت من غدر الله ده بيتكلم اهو ابو بكر بيتكلم آه نعم فبالتالي انت بتبقى عندك عدم ضمان وعدم الضمان ده لان الله ما عندوش شخصيه ثابته في الاسلام وفي القران وما فيش ايات بتدي لك ضمان انك انت لو انت مسلم هتروح الجنة ومش هتدخل النار لكن أنا قدامي آية بتقول إذ آه لا الآن على الذين هم في المسيح يسوع وهي دي رسالة ليك إن لو أنت حاسس أنك أنت ما عندكش ضمان لو أنت حاسس أنك أنت آه أنا هروح فينا مموت أنا لو غمضت عيني هنا هوت يا ترى هقف قدام المنظر المهيب اللي فيه الميزان بتاع الحسنات والسيئات و... وانا هعمل ايه يا ترى؟ هل حسناتي ولا سيئاتي هتوديني؟ هروح فين؟ انا بقدم لك الحل وهو المسيح اللي حمل الخطيه وحمل كل الذنوب وحمل كل الاثام علشان يقدم لك طريق وضمان انك انت تدخل معاه السماء تكون معاه في ابديه مفرحة مليئة بالقداسة ومليئة بالفرح ومليئة بالسلام بعيدة عن الخوف ما فيش صراط مستقيم ما فيش حسنات ولا سيئات ما ميزان مسيح بدمه افتدانا وشال كل سيئاتنا بدمه من خلال ذبيحته وقدم لك ضمان لو انت قبلته الآن هتغمض عينيك وانت عندك ضمان انك تكون معاه في أبدية مفرحة طول الأبدية آمين آمين وعاوز كمان أضيف شيء مهم كتير كتير أنه بالمسيحية طبعا ما فيش شيء اسمه خطية خطايا المسيح غفر كل الخطايا لكن الخطية هي ضد الله الغير محدود خطية صغيرة كبيرة كيف بدك تسميها سميها فحشاء فجور إلى آخره يعني صغيرة عرضية مميتة أي خطية صغيرة هي إهانة ضد الله وإهانة بحق الله عقوبتها الموت مستوجب نار جهنم ففيش إيش اسمه حسنات الحسنات إنك تيجي ليسوع ويسوع اللي أخذ مكانك وغطاك بدمه بس تطلب منه تقول تعال لحياتي واقبلني لمجد اسمك خليني أخذ مكالمة من جورج من كندا أهلا وسهلا جورج تفضل سلام الرب يسوع اخي نزار الرب يكون معك سلام الرب ومبروك ربعك. عليك يا اختي رشا لفوز بالرب يسوع ووضعه في قلبك مثل ما يقول اخي نزار بس بدي اشارك واقول انه الرب يسوع لم يجبرنا ابدا على ان نصوم او نصلي فقال متى صليتم ادخل الى مقدعك وافعل كذا وكذا ولا تكون كال آه الفريسيين الذين يكونون على زوايا مم. الشوارع فقد نالوا آه مجد آه مجدهم اما آه اما للصوم فنفس الشيء قال متى صمتم؟ متى صمتم؟ لم يقل يجب ان تصوم آه ولكنه ذكر في بعض المعجزات قال هذه المعجزات لا تحصل الا بالصوم والصلاه. آه الفرق اخي نزار الفرق كبير وشاسع لانه اغلب المسلمين اخوتنا المسلمين يخافون اليوم حتى اذا لم يصوموا أحد ما يخبر عليهم ويقول انه هلا انسان ما صاموا وخاصه في اليوم بالـ بالـ بالاشياء اللي صار اليوم انه صار انه في عمليه قتل وارتداد حتى أتذكر آه لما كنت في المانيا كنا نبشر يا اخي نزار عم بيقول لي واحد من لما ابتدا الخميني قال كان يكسروا الابواب عليهم حتى يشوفوا وقت الصلاه انه عم بيصلوا تصور يا اخي نزار يكسروا الابواب وانا صدقه يكسروا الباب حتى يشوفوا انه عم بيصلي هذا ولا. التدين اللي, صغير. بيقود للتعصب آه مضبوط رفيع آه اني زار السنه الماضيه صديقي زار في اسطنبول وصدفت انه كان ايام رمضان قالوا نحن عم بنمشي ولا مسكين ولا على باله يعني هو لبناني آه مسيحي آه راح لهونيك وعم بياكل سندويشه ولا شاف واحد من المتعصبين طبعا مش الكل بس واحد طلع من الدكان واخذ السندويشه ودعس عليه حطه بالارض ودعس عليه قال يعني اشياء مخبوطه من هون قلب حياتي ما مم. بقى ازور تركيا يعني. فلذلك انه كل شيء مع الاسف الشديد عند الاسلام شيء شكلي خارجي مم. وبعدين الرب يسوع قال صوم لسانك قبل ما تصوم ما تفرق معهم صمت اذا لم يكن قلبك وافكارك صومك يكون روحي شكرا والرب يبارك شكرا ربنا يباركك يا اخ جورج فعلا رشا انت هذا اللي حكيت عنه لكن اذا حطيناه بشكل حتى اكثر عملي يعني اليوم في دول اسلاميه اذا واحد شافوه عم بيوكل يعاقب او يضرب وفي بعض الحالات للاسف يعني بحطوه في السجن يعني بفوت على السجن خلال هذا الشهر شو الجريمة انه اكل مع انه الصوم هي تزلل يعني انت عارفة لما بتطلع على كلمة الله الشعية 58 ريت تقرأوا هذا الاصحاح من أجمل إصحاحات اللي بيتكلم عن التقرب إلى الله أو عن الصوم بقول يسألونني عن أحكام البر يصرون بالتقرب إلى الله يقولون لماذا صمنا ولما ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ها إنكم في يوم صومكم تجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بعدين بقول أمثل هذا يكون صوم أخطاره يوما يذل الانسان فيه نفسه يحنك الاسل راسه بكمل اليس هذا صوما أخطاره حل قيود الشر فك عقد النير واطلاق المسحوقين احرارا وقطع كل نير اليس ان تكسر للجائع خبزك وان تدخل المساكين التائهين الى بيتك وهكذا بيتكلم عن نتائج الصوم كمان في نفس الاصحاح يعني بتشوفي تعليم الكتاب واضح جدا بشجع على الصوم وبطالبنا بالصوم لكن الصوم مش على أساس أنه أنا عم بجبر إنسان وبعدين فرض أنه واحد عم بيأكل أمامي الصوم مش أنه أنا أقمع الجسد وأزلل وأتزلل أمام الرب فيمكن أنا يعني أنه أنا عم بتدرب بهذب نفسي بدرب نفسي حتى لو شخص بيوكل أمامي أنه أصبر وفعلا اقاوم وانه اطلب او اسير بحسب مطلب الرب. لكن اذا انا حاطط بوليس او شرطه اللي تراقب الناس وتضرب الناس وتسجن الناس، اي دين هذا؟ فمعناته انه الله ضعيف، الانسان ضعيف وبحاول يطبق مبادئ الانسان على الله ويطبق الله على الانسان بشكل مجبر ومكره عليه. اليس هذا؟ هو آه الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط 100% لكن ده بي بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة إن هو ما فيش علاقة ما بينه وما بين ربنا خوف علاقة ما بينه هو إن ربنا قاعد بالمرصاد بيترصد لي إن ربنا حاطط له ملاك على إيده اليمين وعلى إيده الشمال بيكتبوا الحسنات والسيئات فقاعدين عمالين يعدوا ليل ونهار عليه إن ربنا هي منتقم جبار إن إن ربنا تعالى ما تنازلش لكن أنا بالنسبة لي الله هو اللي قدم الصلح ليا هو اللي جه بالمبادرة للصلح هو اللي تنازل ليا بالصلح فبالتالي أنا يعني من خلال مصالحة الله ليا أنا بقدر أجيله بالصلاة ومن خلال الصلاة أنا باجي بتزلل أكتر في الصيام، مم. فبالتالي هي عبادة بنسبة 100% لو خرجت من هذا الإطار فقدت معناها. مم. الله تنازل ليا. الله أنا مش بروح له. الله تنازل ليا. شكراً كتير أخت رشا أنا آسف إن الوقت أزف لكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك. الرساله طبعا واضحه ومفهومه انا عاوز اقول لكل فعلا شخص مخلص شخص مخلص اذا انت فعلا بتصلي من قلبك وعم تطلب الرب من كل قلبك وعم بتصوم من كل قلبك انا بصلي انه رب يعلن ذاته لك ويفتح عينيك لكن انا بدعوك الى الحريه في المسيح الحريه مش معناتها تعمل ما تريد ليست الحريه ان تفعل ما تشاء بل أن تفعل ما يريده الله في حياتك. أنا بدعوك للمسيح، اطلب منه حتى يجي لحياتك، إلى اللقاء والرب يباركك.